زي أي قصة حب حلوة، بدأت قصة داليا، حبت جوزها، اتخطبت له من وهو ما في الجامعة. ربنا وقف لهم ولاد الحلال عشان يتجوزوا. عمته ساعتها ادته شقتها الإيجار القديم عشان يتجوزوا فيها، وساعدته إن هو يشتغل في شركة، وشغلت داليا في نفس الشركة أول ما اتخرجت، والحياة كانت ماشية حلوة قوي لحد ما العمة دي اتوفت. ولادها خدوا الشقة، اضطرت داليا وجوزها إنهم ينقلوا لشقة تانية إيجار بس قانون جديد. بعد ما كانوا بيدفعوا 50 جنيه إيجار بقوا بيدفعوا 3500. فجأة داليا بقت حامل في ابنها التاني، محتاجة إن هي ترتاح، خدت أجازة من الشغل. بنتهم محتاجة مصاريف المدرسة الخاصة، اللغات، وبقى جوزها بقى تايه مش عارف يعمل إيه، هيجيب منين؟ حاول يدور على شغل تاني، معرفش، بقى دايما متعصب، بيتخانق على أي حاجة، خس جدا، لحد ما فجأة ظروفه اتغيرت، ظروفه بدأت تتحسن، بقى يجيب لهم كل اللي هم عايزينه، بيعزمهم على خروجات وفسح. داليا اكتشفت إن جوزها اتجوز مديرته في الشغل، مع إنها مش حلوة خالص زي ما هي قالت، وأكبر منه في السن، بس بتحبه، واقفة جنبه، هي السبب إن ظروفه اتحسنت. داليا عرفت